طيب جريد 6، تعالوا نشوف مع بعض درس اسمه البرسنتج، ازاي نتعلم نحل على كلمة برسنتج. اوكي، عندنا البرسنتج بتاخد السيمبل دوت وده هنلاقيه في الكالكوليتر، بس احنا لازم نشتغل شوية مانوال. بمعنى ان انا لما اجي ادي لك النمبر وانا عاوزه في الفورم برسنتج، غير لما انا اديك البرسنتج واقول لك ان سمبلست فورم. طب انا لما ادي لك الفورم بالشكل دوت انت هتعمل ايه؟ انا عايز برسنتج يا مستر. هعمل ايه؟ بمنتهى البساطه يا مستر هنعمل تايمز. يبقى انا باخد الراجل ده واعمله تايمز 100. يبقى لو انا اديتك النمبر سواء ديسيمال فراكشن ميكسد اي فورم وانا عاوزه في الفورم برسنتج تعمله تايمز 100، يبقى اكيد هنا الانفرس العكس بتاعتها، لما انا ادي لك النمبر معاه البرسنتج انت هتعمل ديفايد 100. بس كده؟ يا مستر بس كده. كمان مره، لو انا اديتك النمبر ميكسد هول نمبر فراكشن ديسيمال وانا عاوزه بالبرسنتج تعمل تايمز 100. انا مدي لك السيمبل بتاع البرسنتج وانا عايزه ان سمبلست فور تعمل ديفايد 100. بس كده؟ ايوه بس كده. درب نفسك وابعت لي كده وريني عرفت تحل ولا لا، هتلاقي الامور سهله لان انت يوزنج كالكوليتر. نبتدي بقى ندخل على الفورم اللي انت شايفه ده. بص كده بيقول لي 1.5 برسنتج اوف. خد بالك بقى من الكلمه دي، كل ما نلاقي اوف يبقى احنا هنعمل تايمز. هنا بقى ادي لك باوند، ادي لك كيلومتر، ادي لك كيلوغرام، ادي لك لتر، اي حاجه انا عايزها كلمه اوف هعمل لها تايمز. مش كده وبس، وتاخد بالك هنا مديني كيلومتر بس انا عايزها بالمتر، فلازم تبقى عارف ان كيلومتر عشان اعمله برسنتج اعمله كونفرت للمتر هعمل تايمز 1000. خد بالك من اللي انا بقوله، هسيب لك البورد ثواني عشان تعمل سكرين شوت. تعال بقى نشوف هنا. فاحنا قلنا اوف يبقى انا هعمل تايمز، واحنا اتفقنا لما يبقى معايا انا البرسنتج لما يبقى معايا انا هعمل ديفايد، يبقى دي 1.5 هعمل لها ديفايد 100. تايمز 3، واحنا اتفقنا كيلومتر تو متر فانا بعمل 3000. كل النمبر ده دخله في الكالكوليتر تديني الانسر اللي هو عايزها. واحده واحده وركز، الراجل بيقول لي 1.5 اي برسنتج 20% 10% اوف، ومديني هنا حاجه لازم اخد بالي انت عايز ايه. ده كيلومتر انا عايزه بالمتر، فالاول الكيلومتر اعمله تايمز 1000، فبقي ده 3000، فبقي عندي هنا 1.5 اعمل لها اوفر 100 وكلمه اوف اعمل لها تايمز، وبدخل كل ده في الكالكوليتر واسيبك تطبق عشان هدي لك دلوقتي اشكال تانيه. تعالوا كده مع بعض نشوف. بيقول لي اف ذا ويتس اوف ريكتانجل. ايه ده يا مستر؟ ايه اللي دخل الريكتانجل في البرسنتج؟ واحده واحده ما تتخضش. الويث بتاع الريكتانجل ب 20% اوف اتس بارامتر. الله، يبقى انا دخلت لك كلمه بارامتر. فاول ما اقول لك بارامتر بتاع الريكتانجل تفتكر الرول، باخد الويدث بلس اللينث تايمز 2. طب يا مستر انا عايز مش عاوز ال2 فانا هجيب الهاف. فطالما انا اديتك برسنتج يبقى البارامتر ده 100%، فانا هعمل ديفايد 2 او هجيب الهاف، يبقى الويدث بلس اللينث بقى 50%. طب انا معايا منهم الويدث ب 20%، يبقى انت هتعمل ماينس 20%، يطلع لك اللينث 30%. واحده واحده ونقول مع بعض تاني. خد بالك معايا، الراجل الجميل ده بيقول لي كلمه ريكتانجل، فانا عندي تو رولز على الريكتانجل، عندي اريا وعندي برامتر. طب انا بكلمك عن البرامتر، يبقى الرول بتاعتها الويث بلس اللينث تايمز 2. طب انا مش عايز دول، انا مش عايز كل الرول، انا عايز الويث واللينث بس، يبقى انا هاخد الهاف. فهنا لما اكلمك عن برسنتج يبقى التوتال 100%، يبقى انا يا مستر هعمل لها ديفايد 2 تبقى 50، فبقي الويث واللينث 50. انا معايا
من ال 50 20 اللي هي ال width، فانا اعمل لها ماينس يبقى اللينث بقى 30 percent. تعالوا نشوف، هسيبك برضو تعمل سكرين شوت عشان تشوف الستيبس وتحل لوحدك. تعالوا كده نشوف مع بعض حاجات هتلاقيها في كومبليت وتشوز. فهنا اهو مديني ديسيمال نمبر ومديني فراكشن وعاوز الصم، عايز اعمل بلس واجيبها بالبرسنتج. ما تتخضش، واحده واحده. شايف كل ده دخله في الخلاط كالكوليتر يعني. طب والانسر لا تطلع، هقول له مش احنا اتفقنا لو انا عايز بالبرسنتج اعمل الانسر لا تطلع تايمز 100؟ اه يا مستر، بس كده، بس كده يا مستر. كمان مره، اديتك بلس، اديتك ماينس، وهنا تو نمبرز، اي مكان الفورم بتاعهم، نعمل ايه؟ نشتغل بالكالكوليتر. انا عايزها في الفورم برسنتج، حضرتك بعد ما تجيب البلس او الماينس تعمل تايمز 100. تعالوا نشوف فكرة تانية. بيقول لي أنا معايا 20% of a number. في المسألة اللي فاتت كنت أنا مديك النمبر وكنت عايز الأنسر. المرة دي أنا عكست، مديلك 20% of a number. يبقى النمبر ده missing، فأنا بحطه missing أو active x. يبقى إيه هي الـ 20% من النمبر اللي تديني 60؟ بمنتهى البساطة أنا عايز النمبر سميته x، فأنا هاخد الـ 60 أعملها divide 20% وبدخلها برضو في الخلاط وتديني الانسر. مسألة بسيطة ما تتخضش، ودايما دايما في اي امتحان يديني اي برسنتج ويقول لي اوف ا نمبر والنمبر ده ميسنج، يبقى هاخد الانسر هعملها ديفايد هدخلها في الكالكوليتر هتديني الانسر. حاجات صغيرة في كومبليت وتشوز برضو هسيبك عشان تحل.